عملنا النهارده وصفه للسحور جميله جدا، هي بيتزا البيض بالخضار واللانشون، حاجه كده تحفه، كلها مليانه بروتين وخضار مفيده جدا، وتغيير من البيض المسلوق، وكمان تغيير من البيض الاومليت الساده. الله على جمالها، شايفين البيتزا اللي انا عملتها عامله ازاي؟ تحفه. يلا نعملها سوا، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. معنا المقادير هنا معايا 4 بيضات ولانشون قطع، انا مقطعاه قطع صغيره كده، وفلفل، ومعايا هنا طماطم انا شايله القشر والبذر بتاعها من جوه، معايا فلفل اسود وبابريكا وملح. جبت بولة وبعدين هكسر البيض كده بسم الله، واحدة واحدة كده، عشان ايه؟ لو في حاجة ما نعملش البيض كله ويطلع فيه حاجة مش كويسة تبوظ لنا الوصفة. خلاص كده هنبتدي نحطه في البولة الكبيرة اللي هنشتغل فيها، وهكسر البيض كله بنفس الطريقة. للي ما يعرفش المعلومة دي، لازم نعمل كده الحركه دي للمبتدئين بقى يا جماعه، طبعا احنا كلنا بقينا خبره وشاطرين، لكن المبتدئين يعملوا كده بيضه بيضه بالطريقه دي كده، عشان ما يبقاش فيها ايه حاجه وحشه. وبالشوكه بتاعتنا بقى، وهنبتدي نضرب البيض كله كده مع بعضه، واللي عنده مضرب يشتغل بيه. وهننزل التوابل، الفلفل الاسود حلو قوي قوي عشان زفرت البيض، ممكن تحطي فلفل ابيض براحتك، هو بيبقى الفلفل الاسود بس شايلين الطبقه ايه الغامقه اللي عليه، بيبقى مجروش كده، بيبقى جميل جدا. وهنحط الخضار، طب تقدري تضيفي للوصفة دي ايه تاني؟ تقدري تضيفي جبنة رومي مبشورة، زيتون، بس احنا بقى عشان السحور مش هنضيف ايه الزيتون، عشان ايه ما يعطشناش، لكن لو في يوم عادي حطي فيها الزيتون عادي. واخر حاجة بقى هنزل بيها هي اللانشر القطع، نفضيه كده، نفضي الباقي. ونقلبه بس كده، خلصت الوصفة بتاعتنا. يلا بينا بقى نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. جبت الوك اللي هشتغل فيها وحطيتها على البوتاجاز، واحط كده معلقتين زيت واسيبهم يسخنوا شوية. هو احسن حاجة ان انت تعمليها في طاسة تيفال او في وك، يعني يستحسن عشان بلاش الالمونيا عشان ممكن تلزق منك، عشان احنا عايزينها قرص جميل كده. هسيبه يسخن شوية وبعدين نكمل. وهننزل دلوقتي بالبيض بتاعنا باللانشون والخضار، بسم الله. ونفرده كده بالراحة، ونهدي النار عليه بقى، ونغطي لحد ما يستوي. خلاص بعد ما قرص البيض بتاعنا الجميل استوى اهو، والطاسه بصوا اهو ما خليتوش يلزق، جميل جدا، شايفين لونه كمان تحفه. هنحطه في الطبق بقى ونشوفه مع بعض. هنحطه في الطبق بقى بتاع التقديم. الله، شايفين الجمال؟ هنقطعه مع بعض دلوقتي مثلثات، بيبقى شبه البيتزا كده، جميلة جدا كده، هو عشان سخن كمان، المفروض نسيبه يبرد شوية بس. نقوم حاطين له ايه الوردة الجميلة دي، الوردة دي انا عاملاها من الخيار، هي نفس فكرة وردة الطماطم اللي عملتها معاكم قبل كده،
هبقى اوريها لكم في فيديو، بتبقى حلوة قوي، زين الاكل بيبقى شبه اللي بتاكليه في المطاعم بالظبط. الله على الجمال، التفاصيل بتاعته باينة والخضار حاجة كده واو تحفة. خلاص حطيت البيض في طبق التقديم وزينته وقطعته كده شرايح ومثلثات، جربوه بقى وقولولي ايه رأيكم.